وبعدين كانت بالأول دراسات علوم أسرية ونسائية، وكانت دراسات عليا. وعندنا ما شاء الله خريجاتنا الدكتورة عايدة، نتشرف بهم يعني، الآن أصبحت هي أستاذة في هذه الكلية يعني. واستمرت المسيرة طويلة إلى أن قال لنا البروفيسور كمال المدير الحالي: نريد بكالوريوس، ليس فقط دراسات عليا، نريد تخصص في هذه المجالات. وبدأنا المشوار والرحلات المعكوكية مع وزارة التعليم العالي إلى آخره، والحمد لله بناتي يعني ما شاء الله يشرفوا ويهزوا كده: يا بنات وين؟ الله أكبر ما شاء الله. والآن يعني تسلمت يعني القيادة وقيادة الدفة الدكتورة أسماء، وإن شاء الله يعني هيكون مستقبل زاهر. لكن لما نتذكر يعني الأيام دي أقول فعلا أيام كانت لها إيقاع، يعني أيام جميلة يعني، ورش عمل وهي حاجات كانت يعني جميلة يعني. وما ننسى دكتور سمير طبعا، عملنا له إزعاج كثير إنه نمشي الوزارة وجيب الوزارة وزارة غايته. يا جماعة شكرا جزيلا، والله أنا شايفة إنه عملت واجبي بس يعني، ويمكن كمان أكون مقصرة يعني، فأرجو يعني سامحوني يعني إذا قصرت أو كذا. لكن يعني على كل حال إن شاء الله معكم الدكتورة أسماء وأركان حربها وطاقمها ناس لها متهاني وكل الشباب ديل، إن شاء الله الكلية حتكون يعني رائدة، مش في الجامعة بس، في الوطن العربي وفي الوطن الإسلامي، وتكون صفوة كده يعني وأنموذج للكليات في العالم أجمع إن شاء الله. شكرا جزيلا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أخواتي العزيزات، أساتذتي، الحضور الكرام، شرف لي أن أقف أمامكم كي أتحدث أصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي الطالبات في كلية علوم أسرية وتنمية المجتمع، وباسمي وباسم الكلية وباسم طالبات السنة الثالثة الدفعة الأولى لهذه الكلية، أقول للطالبات الجدد أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الكلية المميزة الفريدة من نوعها. وبعد، هذه الكلية كما تعرفون يقال أنها جديدة، ولكن لا أقول أنها جديدة. هذه الكلية هي فريدة من نوعها بكيفية إنشائها. هذه الكلية لم تبدأ من التحت، من دبلوم ثم بكالوريوس ثم ماجستير، بدأت من ماجستير ثم جاءت إلى التخصصات. هذا يدل على أهمية هذه الكلية، لأن في ماجستير يوجد فيه عديد والعديد والعديد من التخصصات، ولكن نادراً ما نجد أن هذه التخصصات تنزل لتكون بكالوريوس، لأنها دائماً تكون كليات عامة وعددها قليل. فهذه الكلية يعني عندما رأت الجامعة أهمية هذه الكلية وعدد الكثير الذين يقبلون على هذه التخصصات وهم أصلاً من كليات ثانية مثل الشريعة والتربية وغيرها من الكليات، رأوا أن يكون هنالك كلية يعني كتخصص، أن تكون كتخصص، فلذلك فتحوا لنا. وأنا أشكر، وأنا أستفيد من هذه الكلمة، أشكر من كان له فكرة الأولى في تأسيس هذه الكلية، ومن عمل لأجلها، ومن عنده نية ليعمل في تطويرها مستقبلاً بإذن الله تعالى، ونحن أولهم. لو كنا اليوم طالبات في هذه الكلية فنحن مستقبلاً من يفتح هذه الكلية في كل قرية في العالم وليس في كل بلد فقط. أنا أقول هذه الكلية يعني أهميتها، أنا أقول الأساتذة والجامعة تعرف أهميتها، فهل نحن كطالبات نعرف أهميتها؟ عندهم رسالة وعندهم رؤية، فهل نحن نعمل لأجل هذه الرؤية أم نقول أننا ندرس جامعة ولأجل ذلك يعني حتى نأخذ شهادة ونعمل بها؟ على كل طالبة في هذه الكلية يجب أن تعرف أهميتها، لأن هذه الكلية ليست كلية عملية. يعني ماذا أقصد بكلية عملية؟ واحد زائد واحد يعني اثنين، أليس كذلك؟ هذه شيء يستطيع أن يعرفه أي شخص، ولكن هذه الكلية تحتاج لشخص عنده همة إبداع لتطوير هذه الكلية والعمل بها. وأقول نحن في هذه الكلية كنا بحاجة إليها، ولازلنا بحاجة إليها في كل دول العالم، لأن هذه الكلية تبني المرأة
ثقافة وعلما ودينا في كل جوانب يعني تحتاج إليها المرأة المسلمة. المرأة في الغرب عندها حرية في كل شيء، حرية الاختيار، حرية حرية حرية، فنجد في كتبهم أن المرأة من قبل كانت لا شيء، حتى يعني كانت أسوأ من الحيوان ومن الجن ومن كل شيء. فلذلك نحن إذا تعلمنا إذا تعلمنا جيدا نستطيع أن نرد عليهم. لا أريد أن نطيل عليكم الكلام، فالوقت يذاهبنا. أقول للطالبات الجدد إن شاء الله تعالى أرجو أن تكون هذه المسيرة مباركة بإذن الله تعالى وتستفيدوا من هذه الكلية. وأقول لكل طالب تدرس هذه الكلية، ربما الكل لا يعرف هذه الكلية، وإذا قلنا علوم أسرية يسأل ما هي علوم أسرية وماذا وماذا وماذا، لكن أقول لكم الإنسان عدو لما يجهل. الكل لا يعرف هذه الكلية إلا من دخلها، فيجب أن تحبنا هذه الكلية حتى تستطيعنا أن تجبنا على كل شخص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أحدثكم اليوم حديثا مختلطا قصيرا عن كلية العلوم الأسرية وتنمية المجتمع. هذه الكلية هي كلية حديثة استقبلت هذا العام الدفعة الثالثة من الطالبات. أول عميدة مؤسسة لهذه الكلية هي البروفيسور حسنات عوض سابتي، ثم أتيت بعدها كعميدة ثانية لهذه الكلية في هذا العام في مايو. الكلية هي كلية رائدة وواعدة، وهي اسم على مسمى، تعنى بعلوم الأسرة وتنمية المجتمع، وترفد المجتمعات خاصة المجتمعات الأفريقية بطالبات داعيات متمكنات من ترقية مجتمعاتهن وتنمية أسرهن. ولتحقق الكلية أهدافها المعلنة قسمت الكلية إلى قسمين، قسم تنمية المجتمع وقسم العلوم الأسرية، ووفرت لها الجامعة خيرة الأساتذة والعاملين كما أدتها وأمدتها بكافة معدات التدريب والتدريس لوصول إلى أهدافه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه ومن والاه. نرحب بقناة العالمية ونرحب بالطالبات الجدد، طالبات الدفعة الثالثة في كلية العلوم الأسرية وتنمية المجتمع، ونحسب أن قدمهن قدم خير للسودان وللجامعة وللكلية بقسميها. طيب، في هذه الكلية قسمان، قسم تنمية المجتمع وهو القسم الأدبي،
وقسم العلوم الأسرية وهو القسم العلمي، وأنا رئيسة القسم العلمي. في هذا القسم تخصصان، تخصص علوم تغذية المجتمع وتخصص تكنولوجيا الأغذية. وأيا كان التخصص الذي اختارته الطالبة، نتمنى أن تكون قد أتت للجامعة وهي مواطنة وتتخرج منه وهي مهنية وداعية. الجانب الثاني ممكن أن يشتركنا في المراكز، مراكز التنمية الريفية، وفي حملات توعية لنساء المنطقة في كل أنواع التغذية في المراحل المختلفة، منذ أن يكون الطفل جنين في بطن أمه إلى أن يولد في الفترات العمرية الأولى، وتغذية الحامل، تغذية المسنين، تغذية الفئة الحساسة. يعني عمل توعية كاملة للنساء في المناطق الريفية، وأيضا تعليمهن بعض تصنيع المواد الغذائية مثل الفطائر، الجبن، اللحم، لتفيدهن في تنمية المجتمع. طيب، في هذه الجامعة لكل مجموعة من الطالبات خصصنا مشرفة، وهي سوف تكون بمثابة أم لهؤلاء الطالبات. يعني ننصح الطالبات بأنهم يجوا، يعني يتعرفوا، كل مجموعة من الطالبات تتعرف على الأم المخصصة لهن للتعاون في حل المشكلات، سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية، أو ممكن يعني يكون التشاور قبل الوقوع في المشكلة. يعني طيب، الطالبات طبعا دخلنا لهذه الجامعة وهدفهن الأول هو الحصول على الشهادة الأكاديمية والالتحاق بسوق العمل، لكن هم في هذه الفترة العمرية، في فترة الشباب، ننصحهن بجانب الاهتمام بالأكاديميات أن يهتممن بالمجال الثقافي، بالمجال الاجتماعي. وأخيرا أتمنى لهن التوفيق والسداد. السلام عليكم ومرحبا بكم في كلية العلوم الأسرية وتنمية المجتمع. مرحبا بكم في قسم تنمية المجتمع. قسم تنمية المجتمع أحد قسمي كلية العلوم الأسرية وتنمية المجتمع. القسم به تخصصان، تخصص تنمية الأسرة وتخصص تنمية المجتمع. يبدأ التخصص في الكلية في السنة الثالثة بعد أن تكون الطالبة درسنا 4 فصول دراسية، 2 فصول دراسيين. الـ4 فصول الدراسية الأولى تتلقى الطالبات مقررات في مطلوبات الجامعة إسوة بجميع طلاب وطالبات جامعة أفريقا العالمية، كذلك مطلوبات تخصص، مطلوبات كلية العلوم الأسرية. مطلوبات الكلية عبارة عن مقررات أساسية لابد أن تدرسها جميع الطالبات بمختلف التخصصات، تضم تخصصات عامة لابد أن تعرفها كل الطالبات مثل الدراسات الأسرية وصحة الأسرة والتسقيف الصحي، كذلك مقررات ضمن تخصص تنمية الأسرة وتخصص تنمية المجتمع لابد أن تدرسها طالبات تخصص تنمية أو تغذية المجتمع وتخصص تكنولوجيا التغذية. هذه المقررات يجب على الطالبات معرفة قدر منها بما يعينها في حياتها في الأسرة وحياتها في المجتمع. بالمقابل، طالبات كلية أو طالبات تخصص تغذية المجتمع وتغذية تكنولوجيا الأغذية لابد أن تعرف جرعة مبسطة ومخففة عن الأسرة وعن تربية الأبناء وعن فقه الأسرة وعن الاقتصاد في الأسرة وعن إدارة الأسرة. هذه المقررات تدرسها الطالبات في الفصول الدراسية 4 الأولى، 2 الدراسيين. تنفصل الطالبات في السنة الثالثة الفصل الدراسي 5 ليدرس 3 أعوام دراسية أخرى، 6 فصول دراسية. في هذه المرحلة، مرحلة التخصص، تتلقى طالبات تخصص تنمية الأسرة مقررات خاصة بالأسرة مثل تصميم الأزياء والمشغولات اليدوية، كذلك مقررات في علم النفس والإرشاد بما يخص الأسرة، أي الإرشاد الأسري، علم النفس الأسري وعلم النفس والإرشاد بما يخص الأطفال، كذلك الإرشاد للطلاب
والإرشاد للإرشاد العلاجي. أيضا تتلقى الطالبات في هذا التخصص تخصص تنمية الأسرة مقررات دراسية عن رياض الأطفال وتعليم الأطفال بوسائل التعليمية، كذلك مقررات خاصة بالاحتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ما يتعلق بتخصص تنمية الأسرة. أما التخصص الآخر تخصص تنمية المجتمع، تتلقى الطالبات مقررات دراسية تهتم بدراسة المجتمع من حيث مقررات علم الاجتماع الأساسية، أيضا خدمة الجماعة وخدمة الفرد وتنظيم المجتمع. كذلك تتلقى الطالبات دراسات أو مقررات دراسية في العمل الطوعي ومنظمات العمل الطوعي. بنهاية الفترة الدراسية 5 أعوام دراسية اللي هي بتعادل 10 كورسات دراسية أو 10 فصول دراسية، تستحق الطالبة شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المذكورة أعلى. تتمكن الطالبة من المنافسة في سوق العمل في عدة مواقع. بالنسبة لطالبات تنمية الأسرة تستطيع الالتحاق برياض الأطفال بالمدارس الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم، كذلك المراكز الأسرة والمراكز المجتمعية. أيضا الطالبة تخصص تنمية المجتمع تستطيع أن تنافس في الوزارات مثل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، كذلك المنظمات الطوعية منظمات المجتمع المدني، وأيضا تستطيع أن تنافس في المجالات الأخرى مثل المراكز والشركات. الغرض من هذه الدراسة للطالبات هي تفيد في الأسرة وتفيد في المجتمع بغض النظر عن الالتحاق بسوق العمل. فالدراسات التي تتلقاها الطالبة عبارة عن معالجات ودراسة للواقع المعاش، تستطيع أن تتصرف، أن تواجه المواقف، أن تحل المشكلات الموجودة. تطمع الكلية في إقامة مراكز مثل مركز الإرشاد، وهذا المركز يكون عبارة عن مركز متخصص لتقديم خدمات إرشادية لمختلف الفئات، إذا كانت فئات مجموعات مثل الأسر أو فئات خاصة، هنالك إرشاد طلابي، هنالك إرشاد زواجي، هنالك إرشاد علاجي. أيضا تطمع الكلية في إقامة مراكز لتقديم دورات تدريبية لرفع قدرات الأفراد، أيضا تنمية المهارات. ومن هذه المراكز مثل مراكز التنمية البشرية في الكورسات والدورات التدريبية المختلفة. أتمنى لجميع الطالبات بالكلية، والكلية تضم طالبات من مختلف الجنسيات، طالبات من دول إفريقية متعددة، يشكلن تجانس وخليط مجتمعي أصيل. أتمنى لهن دراسة علمية موفقة، وأن يخرجن بخبرات ويخرجن بمهارات ويخرجن أيضا بتسلحنا بعدد من الخبرات والمهارات والأفكار ليستطيعن أن ينقلنها إلى بلادهن. فالطالبة الوافدة نحن نعول عليها كثيرا بأن تنقل هذه الدراسة تستفيد منها مجتمعها في بلدها. كذلك أقول للطالبات نحن نستقبلكن بكل صدر رحب، فأنتن في المقام الأول بنات هاجرن في سبيل العلم. حتى الطالبات السودانيات يعني إذا كان داخل الخرطوم أو خارج الخرطوم، بمجرد ما هي خرجت من منزلها خرجت تطلب العلم. فهذا هو الكلية الملاذ الآمن لها، بيتها الثاني، ونحن كلنا إن شاء الله نكون لها أمهات، وكلنا آذان صاغية، وكلنا نكون قريبين منها لنحتويها في كل الظروف، إذا كانت ظروف اجتماعية، إذا كانت ظروفها أكاديمية، إذا كانت ظروف اقتصادية، كل الظروف وكل المشاكل التي تمر بها نحن أقرب إليها. فلا يترددنا في الحضور إلينا في أي وقت، ونحن تحت خدمتهن دائما إن شاء الله. وأتمنى لهن التوفيق، وأن يرفعن اسم الكلية واسم الجامعة عاليا إن شاء الله.